ملفات كثيرة تشغل القارة الإفريقية وتقلقها، ستكون حاضرة في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي التي تعقد في العاصمة الإثيوبية. فحركات التمرد التي تشهدها دول إفريقية والتوترات الأمنية في أخرى، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بغالبيتها، تفرض تحديات كثيرة على القارة السمراء مجتمعة، فيما يبرز صراع النفوذ في القارة بين عدد من الدول من ضمن حالة الاستقطاب العالمي الجديد. وستتصدر الأزمات الأمنية والغذائية جدول أعمال القمة التي يحضرها 55 رئيس دولة في القارة والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي، وسيحاول القادة الحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن الدولي وفي مجموعة العشرين. كما ستسعى القمة إلى تسريع إقامة منطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا. هل تحقق القمة الإفريقية لهذا العام تقدماً على خط الملفات الشائكة التي تعصف بالقارة وبدولها؟ وهل تتمكن القارة من حل أزماتها بنفسها بعيداً عن أي تدخلات؟ ضيفانا في هذا الحوار من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي محمد العروسي، ومن القاهرة رئيسة قسم السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتورة سالي فريد. أهلا وسهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار. والذي أبدأ معك أستاذ محمد، يعني الاتحاد الأفريقي يعقد قمته السنوية في أديس أبابا، ملفا الأمن والغذاء على رأس جدول الأعمال لهذه النسخة، ما الآمال المعلقة بداية على هذه الدورة أستاذ محمد؟ شكرا على الاستضافة والتحية لكم ولضيفتكم الكريمة وللسادة المشاهدين. طبعا هناك آمال عريضة يعلقها الأفارقة على هذه المنظومة الإفريقية التي بادرت بتجسيد هذا المبدأ الذي سارت عليه إثيوبيا ودعت إليه كافة الأفارقة، الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. فكافة التدخلات الخارجية السلبية التي تأتي وفقا لبعض الرغبات لتحقيق بعض الرغبات والاستيلاء على الثروات الإفريقية، كلها ستتلاشى أمام هذه الجهود وهذه الآمال العريضة التي لم تعلق على سراب وإنما بواقع أنجزه الاتحاد الإفريقي. نعم، ربما تكون وتيرة هذه الإنجازات متباطئة، بيد أن هناك يعني رغبة جادة وتحركات، وهناك يعني رغبة من الأفارقة والقادة الأفارقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تنافس، يعني في ظل ما تشهده المنطقة من تنافس دولي صحيح وقاري، يحاول الكثيرون من خلاله التدخل في الداخل الإفريقي وتحقيق مصالحه دون النظر إلى هذه القارة المظلومة على مدار السنين الماضية والعقود والقرون بل ربما. ولذلك نعتقد أن هذه الآمال هي ربما ستتحقق شيئا فشيئا، والأفارقة اليوم عازمون، وليس هذا يعني مجرد شعارات يعني يرددونها الأفارقة، إنما هو تطبيق لهذا المبدأ الذي يسيرون عليه في ظل. لكن المبدأ كان موجود ولطالما كان موجود يا أستاذ محمد، أنا بدي أعرف منك سريعا ما الذي يختلف في هذا العام في هذه النسخة؟ في بعد التحديات التي شهدتها القارة بمختلف هذه التحديات وتنوعها، استطاع الأفارقة أن يعني يحصلوا على نموذج للسلام، خاصة يعني هناك صراعات تنشب، يعني بعد أن ربما تتوقف صراعات ويجنح البعض منهم إلى السلام، فلذلك هذه التحديات بحد ذاتها كفيلة بإحداث هذا التغير المطلوب. هناك يعني جهود قادها الاتحاد الإفريقي وأسهمت في تحقيق السلام، وهذا ما صرح به موسى بكي الأمين العام للاتحاد الإفريقي أو رئيس الاتحاد الإفريقي. وكذلك الأفارقة يعني رأوا بأن هناك يعني حلولا يستطيعون إيجادها فيما لو تكاملوا وتضامنوا وتعاونوا. حقيقة التحديات كثيرة أستاذ محمد، وسأعود للحديث بالتفصيل عنها معك، لكن أيضا أشرك في هذا الحوار الدكتور سالي فريد. دكتور سالي، يعني يأتي هذا الاجتماع كما ذكر الأستاذ محمد العروسي في ظل
تصاعد أعمال العنف، أيضا تفاقم آثار الجفاف، الفيضانات في هذه المنطقة بدول كثيرة من هذه القارة. ما هي الأولويات دكتورة سالي التي يجب التركيز عليها برأيك في محاولة لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن؟ اهلا بحضرتك وبالضيفنا الكريم. اهلا وسهلا. بشوف ان الاجتماع غدا سيركز على منطقة التجارة الحرة القارية وتسريع المنطقة وتعزيز العلاقات البينية والتجارة البينية والاستثمارات البينية بين الدول الافريقية. اعتقد ان القادة الافارقة والاتحاد الافريقي يعني ركز كثيرا على ان العلاقات بين الدول الافريقية هي الاولوية الاولى التي تطمح افريقيا للدمج بينها ولمساعدتها في حل المشاكل والتحديات كما تفضل الضيف الكريم. اعتقد ايضا ان مر 10 سنين على خطة تنمية افريقيا 2063، فضمن اولويات القمة غدا هي بحث الانجازات، ما تم في هذه الخطة من آمال وطموحات سعت الدول الإفريقية لتحقيقها. بالتأكيد الظروف الخارجية أعاقت الدول الخارجية الأفريقية كثيرا لتنفيذ طموحات هذه الخطة، ولكن هناك عدد من الإنجازات التي تمت، منها منطقة التجارة الحرة القارية التي صدق عليها 44 دولة أفريقية. أعتقد أن هذا ضمن أولويات القمة غدا وضمن أولى جدول أعمال القمة. وما تفضلتي حضرتك به بأنه الغذاء على ملف صحيح. القمة بالتأكيد بتشوف أن الدول الإفريقية أن العلاقات البينية وتدعيم العلاقات البينية هي أولى الخطوات اللي ممكن تساعدها في أنها تواجه التحديات الدولية اللي مثلتها جائحة كورونا أو مثلها الحرب الروسية الأوكرانية. بشوف ان الدول الافريقيه مختلفه، هذه القمه سؤال حضرتك السابق، مختلفه في انه افريقيا اصبحت مطمع يعني تتكالب باستمرار القوى الخارجيه على افريقيا، ولكن في الاونه الاخيره اتضح ان القوى الخارجيه وامريكا وروسيا والصين هذا المثلث يحاول انه يستقطب اكبر عدد من الدول الافريقيه، يحاول ان يغير استراتيجيته داخل الدول الافريقيه. فراى الاتحاد الافريقي ان المواجهة لذلك تكون من خلال التعاون والدمج والمزيد من العلاقات وتعزيزها بين الدول الأفريقية وبعضها، وهذا ما تدعو إليه خطة تنمية أفريقيا 2063. منطقة التجارة الحرة القارية بشوفها أنها من أهم الأدوات اللي بتركز عليها الخطة لأنها تحقق هذا الهدف. بالتأكيد أنه تغيير ودعم التجارة بين الدول الإفريقية مهم، بتسعى المنطقة لأنها تخفض التعريفات الجمركية خلال 5 سنين. حوالي 18 دولة بالفعل قدمت التزاماتها الخاصة بالتعريفات الجمركية، 12 دولة قدمت استعدادها للتعاون في إطار تجارة الخدمات. ولكن الاتحاد الإفريقي بيرى أن الدول الإفريقية ليس لا يزال أمامها الكثير أنها تعمل من خلاله في صحيح. هذا المجال صحيح. فلذا هي تركز على أن عام 2023 يكون هو عام منطقة التجارة الحرة القارية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي وسريع جدا على اقتصادات هذه الدول. أستاذ محمد، ما هي أبرز التحديات برأيكم إلى جانب التدخلات الخارجية والأطماع في هذه القارة التي اليوم تقف في وجه المشاركين في هذه القمة؟ نعم، هناك تحديات مثل ما تفضلتم، اقتصادية، سياسية، أمنية أيضا. تسعى إثيوبيا ويسعى الأفارقة بشكل عام في تجاوز هذه التحديات عبر هذه الاجتماعات. وكما نوهنا أن الأفارقة إذا ما يعني منحوا هذه الثقة الدولية لحل مشاكلهم فإنهم يستطيعون أن يفعلون الكثير. طبعا هناك جدال أو هناك زخم حول مراقبة أو قبول إسرائيل والنظر في موضوع إسرائيل كمراقب في هذه المنظومة الإفريقية، وهناك يعني ربما ضغوط من بعض الدول لأجل التصدي لهذا يعني
يعني التصدي لإسرائيل ووجودها في القرن الإفريقي كما يزعمون، لكن مع ذلك هناك يعني رغبة في الانفتاح من قبل الأفارقة على العالم، على العالم بما لا يعني يمس يعني من سيادة الدول، وأن لكل دولة أو لكل منظومة دولية أن تحقق من العلاقات والاتفاقيات ما يضمن لها سلامتها وكذلك ما يضمن لها مصالحها التي تسعى إلى تحقيقها. فلذلك هذه التحديات لا تحصر. القارة الإفريقية قارة غنية، ونستطيع أن نقول أنها قارة بكر، ما زالت بكرا، لم يستفد الأفارقة من كثير من ثرواتها التي يعني ربما تغير الوجه الحقيقي للقارة الإفريقية، أو تغير الوجه ذلك الوجه المظلم للقارة الإفريقية اقتصاديا. هذا الوجه المظلم في الاقتصاد ربما رأينا أنه يتلاشى شيئا فشيئا، خاصة بعد هذه النماذج، بعض هذه النماذج الإفريقية التي استطاع الأفارقة من خلالها التغلب على الفقر، على معضلة الفقر، وكذلك يعني وضعوا حلول للبطالة. ربما ستشمل كما تفضلت الضيفة الكريمة يعني التركيز على مسألة على المسائل الاقتصادية، وإن كان هناك تقييما للشعار الذي ربما تبنته المنظومة الإفريقية خلال العام الماضي، وهو إسكات البنادق، إسكات أصوات البنادق، وهذا ما تسعى إليه في الحقيقة، إلى جانب هذه التحديات التي تعمل عليها ليلا ونهارا، وهي في كل دورة وفي كل اجتماع تبرز بإنجاز جديد وبنجاح جديد، على أمل أن تتحقق كافة هذه الآمال العريضة من قبل الأفارقة. لكن دكتورة سالي، هل يمكننا معالجة ما تحتاجه القارة السمراء من دون النظر إلى صراع النفوذ اللي تعرف بعض دولها؟ يعني ناهيك أيضا عن الاستقطاب أو حالة الاستقطاب العالمي الجديد الذي لا شك أنه يترك تداعيات مباشرة على القارة نفسها. تتحدثين عن الاستقطاب الدولي؟ أنا بدي أسأل يعني دكتورة سالي وأعود إليك أستاذ محمد، تفضلي دكتورة. عفوا، نعم. من أحد تفضل. يعني الاستقطاب الدولي هو واقع بتمر به الدول الأفريقية، صعب جدا ان حد يقدر يقول ان احنا هنغير الواقع ده، او ان احنا هتكون الدول الأفريقية في حالة من حالات ان القوى الخارجية تخرج منها، ده صعب. ولكن ما نريد التأكيد عليه وتريد الدول الأفريقية التأكيد عليه هو انه التنمية الأفريقية لا تحدث الا بالتعاون وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، انها تكون قوة امام هذه القوى الخارجية داخل أفريقيا، وان العلاقات تكون علاقات لتحقيق المنافع للطرفين، وين وين جيم، يعني ان الدول الافريقيه تستفيد من هذه العلاقات الخارجيه كما تستفيد القوى الخارجيه. لكن فكره انه انعدام التكالب، اعتقد ان هذا السيناريو هيكون صعب التركيز عليه. ما نريده هي ان الدول الافريقيه تصبح اقوى، تحقق مصالحها، تحقق التنميه المستدامه داخل الدول الافريقيه، وانه لا تكون كل خيرات افريقيا ذاهبه الى القوى الخارجيه، وان القوى الخارجيه تلتهم افريقيا بدون تحقيق ادنى المصالح للدول الافريقيه. لابد ان تكون الاستثمارات الاستراتيجيه استثمارات تعاون، يعني الدول الافريقيه تركز على اوجه الاستثمارات واولويه الفرص التي تحتاجها بالفعل، وليس ما تختاره الدول الخارجيه. بشوف انه احد التحديات الرئيسيه هي تحدي التمويل مثلا، تحدي التفاوض ما بين الدول الافريقيه، وانه هيكل الانتاج داخل افريقيا هو يعني تنافسي وليس تكاملي، هذا يحد التجارة كثيرا. وأعتقد أنه أحد الحلول اللي ستركز عليها القمة غدا هي بحث مبادرة التجارة لتعزيز التجارة بالتجارة البينية، للتجارة البينية بين الدول الإفريقية، استحداث صندوق لدعم الدول الإفريقية في علاقتها التجارية معا، وهذا صندوق يساعدها في عملية التمويل، والبدء في المرحلة الثانية لمنطقة التجارة الحرة، لأن المرحلة الأولى كانت بتستهدف تخفيض التعريفة الجمركية كما أوضحت من قبل خلال 5 سنين، فالمرحلة الثانية هي بدء العلاقات من خلال
الاستثمار، حقوق الملكية الفكرية، بحث قواعد المنشأ، لأن هذه الأمور لم تبحثها المنطقة من قبل، ومن المفترض أنه الاستثمار هو مرحلة مهمة جدا لا تقل أهمية عن التجارة وتعزيز التجارة في البينية مصلحة دول القارة بطبيعة الحال. دكتورة سالي فريد، مهمة جدا، لكن أيضا في السؤال هنا يطرح وتساعدها لمواجهة التحديات اللي بتمر بها. واضح واضح أستاذ محمد طبعا. صحيح أن القمة تجمع عدد كبير من قيادات هذه الدول ورؤسائها، نتحدث عن 55 رئيس دولة مشارك فيها، لكن لا يمكن أن ننكر أيضا أنه في عندك الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي مشاركان يعني بحضورهم هذه القمة. شو الإضافة اللي بيقدمها الرجلان إلى قمة إفريقية؟ أعتقد أن هناك يعني ملفات ربما تحدثوا عنها في قمة في اجتماع اليوم، حيث تحدثوا عن ما يحدث في ليبيا، ودعا موسى فاكي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع عملية دعم أو عفوا إحلال السلام، ودعم الاتحاد الإفريقي لمواصلة جهوده في التغلب على هذه التحديات التي تشهدها القارة في بعض المناطق مثل ليبيا وبعض المناطق المضطربة أو التي تحدث فيها بعض الاضطرابات الأمنية. فلذلك يعني هذا التواجد من قبل هذه المنظمات الدولية وقياداتها يدلل على أهمية الاتحاد الإفريقي، وأن هناك اتصالا لا يمكن قطعه بين هذه المنظمات الدولية، لأن المشاكل التي ربما تحدث في القارة الإفريقية كما نعلم جميعا أنها ربما تتطور، وهذا ربما ما أدى إلى هذا الاستقطاب الذي يطمع فيه كثير من الأطراف أو تطمع فيه كثير من الأطراف. فلذلك وجود يعني الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك بعض المسؤولين الدوليين من الولايات المتحدة وغيرها في الاتحاد الإفريقي هو لنقاش بعض الملفات التي ربما تم النقاش حولها في ملفات واجتماعات سابقة، وهذا تعزيز لهذا الدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي لإحلال السلام في القارة الإفريقية التي تشهد كثيرا من الصراعات والتحديات في الفترة الحالية وفي الفترات الماضية أيضا. وبحسب ما نقلته بعض المصادر الدبلوماسية فقط لإشارة أستاذ محمد، من المنتظر على ما يبدو أن يسعى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم لاقتراح تمويل جديد يقدم من قبل الجانب الأمريكي وأعضاء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للعمليات الأمنية. ما أهمية تحقيق ذلك في هذه الدورة في ظل التحديات الأمنية في هذه القارة؟ نعم، هي تأتي يعني بالضرورة في علاج هذه التحديات الأمنية، خاصة بعد هذه الانقلابات وهذه الانتفاضات وهذه الأزمات والتحديات التي يعني ربما كادت أن تهلك الأفارقة. الأفارقة يعني يعانون من كثير من المشاكل، وبالتالي هذه الرؤية من قبل المعنيين حول هذه الأزمات طبعا تعد ضرورية، لكننا لن نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن تتحقق على أرض الواقع ويتحقق السلام فعليا، وأن يسمح للقارة الإفريقية فعلا وفعليا أن تكون يعني قارة مستقلة بقراراتها، يسمح لها أن تعيش في هذه البيئة التي تستطيع من خلالها التكامل والتعاون مع جيرانها. هناك من يريد فعلا أن يعرقل، بعض الأطراف تريد أن تعرقل الجهود الإفريقية المبذولة لأنها تؤمن بأطراف خارجية، لأنها تعتبرها ولية لأمرها، تريد أن تقحم كل الأطراف الخارجية أو المؤثرة في كثير من القضايا الإفريقية، وهذا مما يؤثر سلبا أمام هذه الإرادة الإفريقية، وهذا يعد تحديا عظيما. أستطيع أن أقول أن الأفارقة قادرون على التغلب عليه إذا ما تغلبوا على هذه الأطراف التي تحاول أن تسعى لزعزعة الاستقرار، حتى توكل هذه الملفات والقضايا إلى جهات خارجية تريد أن تحقق أجندتها، حتى لو على حساب تلك الأطراف التي لا تعرف ولا تقيم تقييما جيدا أو سياسيا لمصالحها ولما يترتب على هذه الإرادة من قبل هذه الدول أو الأطراف.
التي لا تراعي مصلحة شعوبها في الحقيقة. هذا أمر مؤسف للغاية. التدخل الدولي إذا ما كان بالتنسيق للتعاون والتكامل بما لا يضر بالقارة ودولها، هذا أمر محمود ندعو إليه، وكذلك أعتقد بأنه لا يمانع أحد من إجراء هذه العلاقات الوطيدة مع المجتمعات الدولية لأجل أن يحل السلام في قارتنا الإفريقية السمراء. دكتورة سالي، بدي أسألك رأيك أيضا عن الموضوع، وإن كانت دول القارة الإفريقية بإمكانها أن تحل مشاكلها بمفردها، سؤال طرحته في بداية هذا المحور، هل يمكنها أن تحل أزماتها بنفسها من دون تدخل الخارج، الأمر اللي لا نشهده الآن؟ أعتقد أنها يمكنها أن تحل مشاكلها داخليا، ولكن نقطة التمويل وعلاقات الدول الإفريقية، يعني حرب لحضرتك مثال على سبيل التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية، أفريقيا في تعاملها مع العالم الخارجي تركز على المواد الأولية. مع تعزيز علاقات أفريقيا البينية 70% من تجارتها هيكون السلع الصناعي. هذا دليل على ان افريقيا يمكنها حل مشاكلها الداخليه بمفردها، وان التكالب او القوى الخارجيه احيانا تخلق المشاكل وتصدر الازمات للدول الافريقيه وليس العكس. في حين ان لو تركت افريقيا لتعاملاتها الداخليه لن تحدث كل هذه الازمات، وبالتالي يمكنها حلها بمفردها. اعتقد ان وجود الشخصيات اللي حضرتك اشرتي عليهم هو سبب بحث مقعد لأفريقيا في مجلس الأمن، كما أوضحت أمريكا في القمة الأفريقية الأمريكية أيضاً. الأفريقية هي أنها ستساعد أفريقيا وفي مجموعة العشرين، وخصوصا أنه البريكس ستتولى جنوب أفريقيا رئاسته هذا العام. أعتقد هذا سبب وجود هذه الشخصيات الدولية للمنظمات والمؤسسات الدولية في لحضورها في قمة الاتحاد الأفريقي. وما أهمية برأيك دكتور سالي، معي أقل من دقيقة، أن تكون لهذه الدول مقاعد في المحفلين الدوليين؟ مهم جدا، لأنه صوت أفريقيا أنه يظهر للعالم الخارجي هيؤكد قدرتها على بحث على يعني تحقيق مطالبها ومعالجة المشاكل الداخلية التي تتسبب فيها القوى الخارجية لأفريقيا، في حين أنه هذه المشاكل أفريقيا لن تتسبب فيها وصوتها لم يصل إلى العالم الخارجي. فأعتقد وجود أفريقيا وتمثيلها في هذه المقاعد الدولية مهم جدا، وهذا أيضا من أحد التطلعات التي تسعى إليها خطة تنمية أفريقيا 2063. من أهم أهداف هذه النسخة أيضا دكتور سالي فريد، بطبيعة الحال هذا ما تسعى إليه هذه القمة، وسنتابع مجرياتها وما سيخرج عنها. نتمنى كل الخير لهذه القارة السمراء. شكرا لضيفي الليلة في هذا الحوار، كان معنا من القاهرة رئيسة قسم السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتورة سالي فريد، وأيضا أشكر ضيفي من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي محمد العروسي. شكرا جزيلا لكما.